اوكي درس النهارده بيتكلم عن الباست سمبل تنس. هنا بيعرفك الاول بيقول لك يعني ايه كلمه verb. verb يعني action، يعني something we do، حاجات بنعملها زي run, go, play, sing, sleep, walk, eat, study. كل دي حاجات احنا بنعملها. When can we do the action؟ احنا امتى نقدر نعمل الاكشن ده؟ هل عملنا الاكشن yesterday امبارح؟ ولا ago من حبة او من شوية او من حبة فاتوا مثلا 2 days ago؟ ولا last week، last year، in 2014 مثلا في سنة 2014 او 2020؟ ولا عملناه last month ولا last summer؟ ايه الكلمات دي يا ميس؟ الكلمات دي بسميها keyword او مفتاح اجابتك اللي بتعرفك الاكشن ده اتعمل في انهي زمن. كل تنس او كل زمن بناخده وبناخد شكل الفيرب بتغير فيه ازاي بيبقى له كلماته المخصوصه بيه اللي بتعرفك الاكشن ده حصل امتى. احنا النهارده زي ما اتفقنا بنتكلم على past simple tense، ودي الكيوردز بتاعه past simple tense. تركز كويس قوي انت بتيجي تحل الاسئله وهنشوف مع بعض، علشان لازم هتلاقي كلمه من دولت موجودين. ولو في حاله ان انت ما لقيتش بمعنى الجمله بيقول ان انت لازم تكون عملت الاكشن ده في الباست او ايا كان الزمن اللي احنا بنتكلم عنه. نتعرف على شكل الفيرب بيحصل له ايه. الريجولر فيربس وهي الفيربس العاديه اللي بتتبع الرولز الاساسيه بتاعه زمن الباست سمبل تنس. Rule number one بتقول لك to put the action verb in the past we add ed to the verb. بتحط ed للverb زي watch watched. عندي verb play played. verb walk walked. verb start started. رول للregular verbs بيقول لك if the action verb ends with e we add only d، بحط بس d للverb. زي عندي verb bake بيبقى baked. like بيبقى liked. close closed. smile smiled. بتقول لك if the action verbs end with ends with consonant plus y. يعني consonant اصلا؟ consonant يعني اي حرف من حروف الالفابت ما عدا خمس حروف وهم الفاولز. لو اي حرف من حروف الالفابت plus y ما عدا الفاول موجود في الفيرب بشيل الواي خالص، بعمله كروس ات اوت، بشيل احطها في الباسكت كده وبحط مكانها حرف الاي علشان يديني نفس الساوند بتاع الواي، وبعد كده بنزل الاي دي بتاعت الفاصل عادي. زي ايه؟ زي cry cried. fry fried. carry carried. dry dried. نيجي لرول نمبر 4 للregular verbs. بيقول لك if the action verb ends with a vowel or a short vowel and a consonant we double the consonant and then add ed. لما يكون الverb زي stop اخره short vowel o بعد كده consonant letter في الآخر زي P، بعمل doubling لل P وبعد كده بنزل الـ ED بتاعتي. hopped jog jogged. zip zipped.